سادة المشاهدين، مثل ما عودناكم في تغطية جميع المشاريع لتأهيل وتطوير البنى التحتية، اليوم متواجدين في حي الزهراء لمتابعة سير مجريات عمل الشركات لتأهيل وتطوير البنى التحتية. البرنامج من الشارع، قم معي وهذه الجولة. السلام عليكم. عليكم السلام. مهندسة هديل العادل محان الزبيدي، مسؤولة غرفة مشاريع قضاء صويرة. ستنطينا اليوم فكرة على مجريات العمل في حي الزهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. تم وبعون الله تعالى وبجهود السيد المحافظ الدكتور محمد جميل المياحي المباشرة بأعمال التبليط في حي الزهراء، والحمد لله الأعمال جارية ومستمرة رغم عدم صرف المستحقات المالية للشركة آدم وأهل الوفاء، ولكن الشركة مستمرة بأعمالها بناء على توجيهات السيد المحافظ. ستهم تواجهون قد مشاكل أو معوقات عندكم بالعمل؟ يعني ما عندكم الشركات. المعوقات موجودة، لازم يصير بكل عمل أكو معوقات، بس الحل مالتها آني ولحظة العمل الموجود، يعني ما تبقى معوقات عندنا إن شاء الله، مستمرة الأعمال وماكو أي معوقات إن شاء الله. شكرا لحضرتك. عفوا شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عرفنا لحضرتك. الحقوقي مهند الشمري، مدير مشروع تأهيل البنى التحتية لقضاء الصوارة. سأعطينا اليوم فكرة على طبيعة عملكم داخل حي الزهراء. إن شاء الله اليوم باشرت كوادرنا شركة آدم وأهل الوفاء بالإكساء للمراحل النهائية لحي الزهراء إن شاء الله. المتبقي من حي الزهراء تحديدا هن 103 شارع، اللي بقى ان شاء الله 12 شارع فقط. ان شاء الله خلال الايام القليله القادمه راح يتم اكساء حي الزهراء بالكامل ان شاء الله. استاذ، احنا نقدر نشوف انه مثلا حي الزهراء انه قبل عيد الفطر انه منجز، يعني بالكامل انه من ناحيه ماده الاسفلت ان شاء الله قبل العيد الفطر المبارك ان شاء الله يتم انجاز اكساء حي الزهراء بالكامل ان شاء الله. استاذ، اليوم باليوم يعني كم مثلا كم فرع يعني تبلطون، يعني لو حسب انه خطه تمشون عليها؟ يعني اكيد طبعا اي عمل بهذا الحجم تقوم بشركه ادم واهل الوفاء اكيد لازم يبدا بخطه، وهاي الخطه ده تتنفذ باشراف طبعا دائره المهندس المقيم. يوميا يتم انجاز اكساء تقريبا 7 شوارع بالضبط، تعرف حسب اطوالهن. اكو كل مربع بحي الزهراء هو شارعين رئيسيات بالإضافة إلى 4 شوارع فرعية. أستاذ، وصلتنا أنه رسائل ومناشدات عبر بريد القناة أنه أكو تخوف من المواطنين، أنه يقول الشركة أنه تريد تنسحب أو سحبت الآليات مالاتها. شنو مدى صحة هذا الخبر والأخبار اللي تنطرح عن الشركة؟ إن شاء الله من خلال منبركم الكريم أحب أطمن أهالي الصويرة الكرام عامة وأهالي حي الزهراء إن شاء الله خاصة. شركة آدم وأهل الوفاء ماضية بالعمل لحين الإنجاز النهائي طبعا حسب توجيه دولة رئيس الوزراء المحترم بعدم ترويج أي طلبات توقف فيما يخص عدم صرف المستحقات المالية، وحسب توجيه السيد محافظ واسط المحترم نحب نطمن أهالي الصويرة أنه شركة آدم وأهل الوفاء ماضين لحين الإنجاز النهائي إن شاء الله. أنا وعدت بأكثر من قناة ودا أعد حاليا لحين الإنجاز النهائي، وموضوع انسحابنا أو موضوع تركنا للعمل ممكن أنه نسأل الدوائر المعنية بالقضاء. شركتنا تقوم بالعمل بشفتين، شفت صباحي شفت نهاري، رغم أنه أيام الصيام أيام رمضان. فنحب نوعدهم مرة ثانية من خلالكم من خلال منبركم إن شاء الله إحنا ماضين بالعمل، ماضين بالعمل رغم التحديات اللي موجوده. شكرا لحضرتك استاذ. اشكرك. شلونك حجي؟ الحمد لله بخير. الحمد لله بخير. انت من اصحاب حي الزهراء، يعني من الساكنين هنا؟ اي نعم. هذا بيت. شلون تشوف عمل الشركه؟ والله يعني العمل زين بس بيه تاخير، بس زين يعني زين. من ناحيه مثلا نقول احنا بالنسبه للصويره، الصويره بشكل عام كلها كانت تحلم في الشوارع. نعم. من كنا بطين ولا حي الزهراء خاصه يعني. لا مو بس حي الزهراء. مو بس حي الزهراء، حي العسكري بس الاسرى انا اقول لك زينه، والعمال زينه كانت نظيفه.
الحي العسكري كانت ما تنطبش. احنا بعيدا مثلا عن التاخر والشسمه ما التاخر العمل طبيعه اليوم شلون نشوف العمل. لا ما شاء الله ما شاء الله زين الحمد لله وشكر. راضين على الشركه؟ لا الحمد لله وشكر بتاخير بس زين بتاخير. هسه احنا نشكي بس من هذا الشارع، هذا صار له هواي، هذا الشارع صار له هواي من ذبوا الحدائق مالته وذاك اليوم مطرت لو تشوف الطين مالته. يعني ما ادري ليش يتاخرون ما ادري. ذاك اليوم اول مره قالوا المعمل عاطل. صبرنا هسه نريد نشوف تعليقهم شلون. والله هسه بالنسبه للشركه لا والله خير ان الله شغلهم زين الحمد لله. هذا شكرا لحضرتك. الله يرحم الله والديك. الساده المشاهدين مثل ما شفتوا الاعمال مستمره في حي الزهراء لفرش ماده الاسفل. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، كنت معكم في الاعداد والتقديم بلال كريم الشجيري، اذاعه وتلفزيون الصويره، في امان الله.